بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. بالتوجيه من الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة والقسم الهندسي في العتبة الكاظمية المقدسة، تم تشكيل لجنة خاصة لغرض إحصاء عدد الزائرين الوافدين إلى العتبة الكاظمية المقدسة. طبعا عمل اللجنة بدأ من يوم الخميس الماضي. عمل اللجنة على مدار اليوم، يعني مدار 24 ساعة. بتوجيه من العتبة الكاظمية المقدسة، قام قسم الشؤون الهندسية بتحويل لجنة للعدوى الفرز والإحصاء، واللجنة تتكون من 3 شفتات، الذي هو الشفت الصباحي والشفت المسائي والشفت الخفق.